الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطار السماء من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عاهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يا حسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب أن يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما
يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है, दो मिनट يا سيدنا امام مهدي سرکار گور شاہی المدد الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك زوجك اللاتي وآتيت أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن تقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن
بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا لا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جليبيبهن ذلك أدنى من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أقصر القرآن سبحان من عزة ولا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ولقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلزى لا يسناها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العالى ولسوف يلدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانسب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم وددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلوات بر محمد پہلی رکعت میں آیت سجدہ تلاوت کی جائے گی پہلی رکعت میں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا سلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات دبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأسلن به نقعا فوستن به جمعا إن الإنسان لربه لقنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ويل لكل همزة لومزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤسدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجاوة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعزمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم ربنا آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. چھوٹے سے وقت کے بعد ذکر الہی کی محفل ہوگی. تمام حضرات محفل سے جڑے رہیں. خیر مبارک. We'll be right back.
سلام آقا درود آقا سلام آقا سلام خير الأنام آقا تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح آقا یہ شام آقا درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا میری دعا کے ضعیف ہاتھوں سے چھٹ گیا تھا سر کا دامن میری دعا کے ضعیف ہاتھوں سے چھٹ گیا تھا سر کا دامن سے چھٹ گیا تھا سر کا دامن مگر ہوئی ہے قبول فوراً مگر ہوئی ہے قبول فوراً لیا ہے جب تیرا نام آقا درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح آقا یہ شام آقا درود آقا گناہوں کی کثرتوں سے میرا یہ دل بہت سخت ہو گیا ہے گناہوں کی کثرتوں سے میرا یہ دل بہت سخت ہو گیا ہے یہ دل بہت سخت ہو گیا ہے اب ایسی نظر کرم ہو اس پر اب ایسی نظر کرم ہو اس پر تمہارا بس جائے نام آقا اب ایسی نظر کرم ہو اس پر اب ایسی نظر کرم ہو اس پر تمہارا بس جائے نام آقا درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح آقا یہ شام آقا درود آقا رہے ہمیشہ یوں ہی سلامت رہے ہمیشہ یوں ہی سلامت تمہاری نسبت تمہاری الفت رہے ہمیشہ یوں ہی سلامت تمہاری نسبت تمہاری الفت تمہاری نسبت تمہاری الفت یہی دعا ہے یہی تمنا یہی دعا ہے یہی تمنا یہی
طلب صبح و شام آقا یہی تمنا یہی دعا ہے یہی تمنا یہی دعا ہے یہی طلب صبح و شام آقا درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح آقا یہ شام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح ہو آقا یہ شام آقا درود آقا یہ صف بصف انبیاء جو سارے کھڑے ہوئے صف بصف انبیاء جو سارے کھڑے ہوئے ہیں یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں یوں ہاتھ باندھے تمہاری آمد کا ہے یقیناً تمہاری آمد کا ہے یقیناً یہ سب کا سب اہتمام آقا درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح آقا یہ شام بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین کلام سیدی یونس البحر نے جو کر تحریر فرمایا سرکار سیدنا امام مہدی سرکار بحر شاہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ نذرانہ عقیدت ہم سب مل کے بہت محبت عقیدت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں سعادت حاصل ہو رہی ہے محبت کے ساتھ پیش کیجئے گا یا گوہر سلام تجھ پر یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر ہم سر تیرا کیوں کوئی ہو ہم سر تیرا مثل تیری کیوں کوئی ہو مثل تیری کیوں کوئی ہو مہدی موعود تمہیں ہو مہدی موعود تمہیں ہو رہبر عیسیٰ تمہیں ہو رہبر عیسیٰ تمہیں
آخر کی صبا ہو شام آخر کی صبا ہو زوفی شانی بقا ہو زوفی شانی بقا ہو چشم عاشق کی چشم عاشق کی حیا ہو عاشقوں کا مدعا ہو عاشقوں کا مدعا ہو یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام سلام تجھ پر مشرب گوہر عطا ہو مشرب گوہر عطا ہو میں کشی کی وہ ادا ہو میں کشی کی وہ آمین یا گوہر شاہی یہ جا ہو یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی کلام تجھ پر یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام التہاب عشق کیجئے پس نصاب عشق دیجئے مبتلا عشق کیجئے مبتلا فنائے عشق کیجئے پس فنائے عشق کیجئے یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر یا گوہر سلام تجھ پر یا گوہر سلام مہروخ مہوش گمان من مہروخ مہوش گمان من چرچائے گوہر سامان من چرچائے گوہر سامان من چہرائے گوہر قرآن من چہرائے گوہر قرآن من ہجر گوہر ہے فغان من ہجر گوہر
ہے فغانِ من یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر تو دلوں کی آرزو ہے تو دلوں کی آرزو ہے نفس بے کل کا سبو ہے نفس بے کل کا سبو ہے ایسی روح کا تو نشا ہے ایسی روح کا تو نشا ہے کام جس روح کا وفا ہے کام جس روح کا وفا ہے یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ اور رخ پہ زلف عنبری ہو رخ پہ زلف عنبری ہو کیا نظارہ دل نشین ہو کیا نظارہ دل نشین ہو تو میرے دل کا مکین امین یا گوہر شاہی تو میرے دل کا مکین ہو تو میری روح کا امین ہو یا امین ہو تو میری روح کا امین ہو یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر چاند و سورج پہ بسیرا چاند و سورج پہ بسیرا حجر اسود پہ ہے چہرہ حجر اسود پہ ہے چہرہ دل میں آئے رخ یہ تیرا امین دل میں آئے رخ یہ تیرا آنکھوں میں جلووں کا گھیرا آنکھوں میں جلووں کا گھیرا یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر اور عشق کا صحرا سجا ہے عشق کا صحرا سجا ہے روحوں کو در سے وفا ہے سے وفا ہے دیدے گوہر جاں فضا ہے دیدے گوہر جاں فضا ہے
سلام تجھ پہ یا مہدی سلام تجھ پہ یا گوہر سلام تجھ پہ یا مہدی سلام تجھ پہ اور کلمہ مہدی یوں گاؤ کلمہ مہدی یوں گاؤ بابت مہدی بتاؤ بابت مہدی بتاؤ قلب اس طرح نظروں میں آؤ اور ہر دل خالی بساؤ چہرہ گوہر سماؤ اس میں گوہر کو اس میں گوہر کو جماؤ دل کی لے سے پھر ملاؤ دل کی لے سے پھر ملاؤ اور نظر گوہر ہے سہارا نظر گوہر ہے سہارا دل ہمارا یا تمہارا دل ہمارا یا تمہارا بس گوہر کو ہی پکارو بس گوہر سب کا سہارا ہے گوہر سب کا سہارا اور مطرب گوہر بناؤ تشرب گوہر پلاؤ قصیدہ او غزل میں عظمت گوہر بتاؤ حکم گوہر ہے یہ یونس حکم گوہر ہے یہ یونس نغمہ گوہر سناؤ نغمہ گوہر سناؤ یا گوہر سلام تجھ پر یا مہدی سلام تجھ پر یا گوہر سلام تجھ پر سلام تجھ پر یا گوہر شاہی امام مہدی سرکار گوہر شاہی المدد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ افضل الذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
الله لا إله إلا 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 الله بسم الله الرحمن الرحيم يا غور شاهي المدد إلا الله 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 يا غور شاهي امام مهدي الله هو 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 عليك يا محمد صلى الله 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 عليك يا الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 دل دل میں دھڑکنوں کے ساتھ ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو تصور کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين یا الہی بوسیلہ سیدنا امام مہدی کو ہر شائع ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما جو کلام پاک ختم کیا گیا اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرما یا الہی ہمارے تمام کے سینوں کو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے عشق و محبت سے جاگزین فرما دے یا الہی سرکار سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی ذات والا کو ہم پر مہربان فرما یا الہی بوسیلہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی دنیا کے جس خطے پہ جہاں سرکار کا چاہنے والا مقیم ہو اس پر بھی اپنی باران رحمت کا نزول فرما جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب محفل میں ملاقات ہوگی سیدی کے ٹائم پر تمام لوگ ذوق و شوق سے محفل میں شامل ہوں گے غور شاہی مرحبا
يا باشا المدد.